لو ما كنتيش لعيبة طايرة كنت تحبي تلعبي ايه؟ سكواش. انا بحب اللعبة دي جدا، وكنت نفسي اكون بلعب لعبة فردية لو ما لعبتش فولي يعني، وشايفة ان احنا متقدمين قوي فيها في مصر، فكنت احب ان انا العبها يعني. جبتي كام في الثانوية العامة؟ هو الناس مش هتصدق شوية انا جبت كام، وانا كنت شاطرة جدا في دراستي. انا جبت 103% ثانوية عامة، كنت جايبة 95%، وكان معايا 8% تفوق رياضي عشان كنت ساعتها واخدة بطولة افريقيا، فبقيت 103%. فساعتها بقى جالي بقى كليات كتيرة اللي هي اقتصاد وعلوم سياسية والكلام ده، بس انا اخترت ماس كوميونيكيشن اي سي، اعلام جامعة امريكية. حاصل ضرب 20 في 40. لا انا فاشلة في الحاجات دي، انا كنت ادبي بس يعني، لا حتى لو مش ادبي مش هعرف اعملها كالكليتر بقى وكده. وبرده 1402 بلس 67 برضو مستحيل. اكتر اكلة بتحبيها؟ طبعا من غير تفكير الحمام، يعني دي اكتر اكله مامتي بتعرف تعملها كويس قوي، وانا بحبها جدا. قلدي افيه كزبره على الدغري. على الدغري انا تعبان. لو في اغنيه توصف حياتك تبقى ايه وغنيها كمان؟ لو في اغنيه، انا بحاول افكر ان يعني اغنيه توصف حياتي، يعني انا دايما حظي وحش قوي في ناس صحابي مثلا في حياتي، فدايما بحس اللي هو اللي هي اغنيه احمد سعد اللي هي اختياراتي مدمره حياتي. فدي حاجه بجد ممكن توصف شويه علاقتي بالناس. حاجه لو اتقالت عليك مستحيل تتصدق. انا دايما صحابي بيقولوا لي ان انا لويل، ان انا مخلصه لاصحابي جدا، فلو حد قال عليا ان انا مش مخلصه لاصحابي فمفيش حد هيصدق الموضوع ده خالص. لو كنت لعيبه كره قدم تحبي تكوني مين؟ طبعا لو مصري محمد صلاح، طبعا ده فخر لينا كلنا يعني. قلقاس ولا باميه؟ لا طبعا قلقاس، بحب القلقاس جدا. حرقتي الاكل قبل كده وكان ايه؟ لا بصراحه وانا فاشله في المطبخ يعني، فاشله بجد في يعني، حتى مش بحاول اصلا ادخل، فيعني ما حرقتش حاجه يعني، ما حاولتش اصلا احرق حاجه. اكتر اكله بتعرفي تطبخيها؟ فبما ان انا اصلا فاشله فانا بعرف اعمل شاي بلبن فظيع. اغرب حاجه حصلت لك وقلتي دي اكيد حسد؟ طبعا طبعا الاصابه بتاعتي دي، انا بشوفها ان دي اغرب حاجه حصلت لي، لان هي حتى دايما كل الدكاتره بتسالني انت حصل لك كده ازاي، لما باجي اشرح لهم بيقولوا ان حتى مش دي الحاجه اللي بتحصل لما يحصل في قطع فتره اكيلس، دي حاجه غريبه. وكمان بالنسبه لي كانت حاجه غريبه ان انا اول مره في حياتي اتصاب اصلا، حتى عمري في حياتي يعني الحمد لله الحمد لله عمري ما حصل لي مثلا سبرين انكل او حاجه كده، فتجي لي اصعب اصابه في الدنيا، فدي تبقى حاجه غريبه بالنسبه لي. لو نفسك تقابلي شخصيه واحده هتكون مين؟ بحب جدا كريستيانو رونالدو، ممكن احب ان انا اقابله. لو طلع لك الفانوس السحري وكان ليكي طلب واحد بس، ايه الطلب؟ الفانوس السحري، بحب قوي ان انا كان نفسي يبقى عندي اللي هو حاجه مثلا اقرا افكار الناس، اعرف الناس اللي قدامي بتفكر في ايه، عشان دايما انا بتخدع شويه في الشخص اللي قدامي، بكون واثقه قوي في الشخص اللي قدامي وبتخدع. ولو في فانوس سحري وكان ليا طلب ان هو يبان ان انا كنت مصدومه جدا في الانتقالي من الاهلي للزمالك، ان كل الاشاعات اللي طلعت عليا دي كلها كانت غلط، فاللي هو الفانوس يجي ويبين لكل الناس ان انا فعلا كنت مصدومه وان انا ما عملتش حاجه غلط. قلدي مامتك لما تطلبي منها حاجه وترفض. هي اصلا مش بتبصلي يعني، كنت تروح بصلي كده وتدي وشها الناحيه الثانيه اكني مش بتكلم، اكني بكلم نفسي يعني، يعني كده هعرف ان هي خلاص مش موافقه. ورد ولا شوكولاته؟ لا شوكليت طبعا، يعني ماليش في الورد، ليا في الاكل شوكليت. هربتي من المدرسة قبل كده أو الدرس؟ لا لا خالص يعني، بصراحة أنا كنت شاطرة يعني، فكنت بحب أصلا أروح المدرسة وأشوف صحابي وكده. لا مسلم ولا عصام صاصة؟ يعني مليش قوي في النوع ده من الأغاني، بس حاسة أن أنا عارفة أغنية المسلم فحاسة مسلم يعني، ممكن أقول مسلم. مين المغني الشعبي اللي ممكن تجيبيه في فرحك؟ لا في كذا حد، بحب كذا حد يعني، بحب برضو حكيم جدا، بحب ممكن اجيبه. مواصفات فتى احلامك وتشبهيه مين من الاجيال السابقه؟ بيفرق معايا قوي لما يكون شخص دمه خفيف يعني بجد، يعني طبعا كده كده طبعا المواصفات الطبيعيه لاي بنت بتقول عليها اللي هو يكون محترم وبيحترمها، يكون شخصيه كويسه في المجتمع وكده، بس انا بشوف ان الدم الخفيف ده بتبقى حاجه يعني بتغطي على اي حاجه معيوب تانية. ف مين يعني مثلا بحب قوي في الاجيال السابقه زمان يعني، بحب احمد رمزي قوي، فكنت بشوفه اللي هو فاني قوي كده ولذيذ وفي نفس الوقت شكله حلو وكده، فكانت تقولي لمين قنبله الجيل.
بصراحة أنا صحابي كلهم في الترند اللي طلع ده كانوا بيقولوا لي أنا، فكان دايما كنا بنعمل تيك توكس في المعسكرات وكده، فكنت أنا اللي ببقى في ورا وهم يبعدوا عن بعض، وكنا أنا كومبيت الجيل.